بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. للوصول إلى حالة التعايش والوئام نحن بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول هو أمر سلوكي، أي تكون التصرفات من دون طغيان وتعدي واستعلاء، وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن جانب من جوانب هذا الأمر. وأما الأمر الثاني فهو نفسي، أي يتوطن في نفس الإنسان أن الجميع من أصل واحد، ولا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى، وكما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم. والتقوى كما هو واضح أمر لا يعرفه حق المعرفة إلا الله تعالى، فلا يوجد تمايز بين الناس إلا بالتقوى، والتقوى أمر لا يمكن للناس أن يميزوا شخصا عن شخص آخر بتمييز صحيح عبر التقوى، لأن التقوى أمر كما يرتبط بالسلوك يرتبط بالقلب أيضا، ولا يطلع على القلب إلا الله سبحانه وتعالى. فبناء على ذلك، إذا توطن في نفس كل إنسان أنه لا توجد ميزة له على الآخرين، فحينئذ يتمكن هذا الإنسان من أن يسلك سلوكا صحيحا ومناسبا، مما يؤدي ذلك إلى التعايش بين مختلف طوائف المجتمع ومختلف الأشخاص. ويقول خبراء علم النفس إن حالة الاستعلاء والتعصب إنما هي الشخصية النمطية الجامدة المتسلطة حسب اصطلاحاتهم، ومن ثم لا وجود لغريزة التعصب. الإنسان لا توجد في نفسه غريزة هي غريزة التعصب أو الاستعلاء، وإنما هناك استعداد للتعصب والاستعلاء يوجد مع التنشئة والتربية التي يتلقاها الإنسان من مجتمعه. والدليل على ذلك الأطفال الصغار قبل أن يدركوا التمايز فيما بينهم، تجد أن الأطفال سواء كانوا بيضا أم سودا، أم كانوا مثلا من طائفة من المجتمع الثرية أم الطائفة الفقيرة، أو حسب اختلاف طبقات المجتمع، تجد الأطفال يلعب بعضهم مع البعض الآخر من دون أن يكون هناك حاجز نفسي بينهم. ولكن حينما الطفل يكبر ويدرك بعض الأمور، فيجد مثلا أباه وأمه ومجتمعه يتعامل مع مجتمع الطفل الآخر بحالة من الاستعلاء وحالة من التعصب، فإن الطفل يحاول أن يقلد أباه وأمه ومجتمعه، فتوجد نفس الحالة فيه، حالة الاستعلاء والتعصب تجاه الطفل الآخر. وهذا كما ذكرت يقوله علماء النفس
أن الإنسان الطفل لا توجد فيه غريزة التعصب، وإنما هذا الأمر يكون عبر التنشئة الاجتماعية. فهذه الحالة النفسية هي التي تسوق إلى سلوك عملي، وهذا السلوك العملي يتبين في أن يحاول الإنسان أن يستعلي على أخيه الإنسان، وأن يتعصب لقومه وللونه ولطائفته ولمجموعته. بناء على ذلك، إذا كان الأساس هو أساس نفسي، فنحن بحاجة إلى علاج نفسي لهذه المشكلة، والعلاج يكمن في الإصلاح الاجتماعي بشكل عام، ومنه الإصلاح الفكري والنفسي. ينبغي علينا أن نفكر في إيجاد وسائل وسبل وطرق عملية للإصلاح النفسي في المجتمع، وهذا الإصلاح النفسي يقودنا بالنتيجة إلى الإصلاح العملي والسلوكي، والإصلاح العملي والسلوكي يؤدي إلى السلم الأهلي. ومن الطرق المفيدة في الإصلاح النفسي للقضاء على حالة التعصب وحالة الاستعلاء في صفوف المجتمع هو الإعلام الإقناعي. الإعلام الإقناعي بمعنى أن تكون هناك وسائل إعلامية، هذه الوسائل الإعلامية تحاول إقناع المجتمع بالتساوي في الطوائف المختلفة، وأنه لا يصح الاستعلاء ولا يصح التعصب، لأن الإنسان إذا استمع إلى الكلام الصحيح، وكان هذا الكلام الصحيح في قالب صحيح أيضا، فحينئذ هذا الإنسان يتأثر بذلك الكلام، وهذا الكلام سينفذ إلى قلبه وإلى عقله، وبالتدريج يتمكن هذا الكلام من تصحيح مواطن الخلل في نفس الإنسان. ولذلك تجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأوصياء، هؤلاء كانوا يستفيدون من هذه الوسيلة الفاعلة، وهي الإعلام الإقناعي. كانوا يستفيدون من مختلف وسائل الإعلام المتوفرة في أيديهم لإيصال صوت الحق إلى المجتمعات، ولتغيير فكر المجتمع، ولتغيير حالته النفسية، لما في الإعلام الإقناعي من تأثير كبير في صفوف المجتمع. فنجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتهز فرصة الحج وفرصة مجيء الناس للاعتمار إلى بيت الله الحرام، وكذلك الفرص المتاحة في اجتماع الناس في الأماكن المختلفة، كان يحاول أن يستفيد من هذه الفرصة لبث الفكر الإلهي في صفوف الناس، وإقناعهم بالصحيح، والمخاطبة عقولهم وفطرتهم بالحق. فبناء على ذلك، الوسيلة الأولى من وسائل الإصلاح النفسي في المجتمع هي الإعلام الإقناعي. طبعا يجب أن يكون الإعلام بعيدا عن التشنج أو بعيدا عن السجال، وإنما إعلاما موضوعيا منطقيا يركز على نقاط القوة في الوئام والتعايش، وأنه لا تمييز بين أفراد الناس إلا بالتقوى، وكذلك على سلبيات حالة التعصب والاستعلاء، وأنها سلبيات ستقود المجتمع الذي تمارس فيه هذه الحالة إلى السقوط وإلى الهوة. فأولا الإعلام الإقناعي. الأمر الثاني التعليم لخلق ضمير اجتماعي. كما هو واضح أن الحالات السيئة في كثير من الأحيان تنشأ بسبب الجهل وبسبب قلة التوعية، فإزالة الجهل
وتركيز التعليم والعلم في صفوف المجتمع، هذا يؤدي إلى تجاوزهم لكثير من السلبيات، لأن الإنسان الجاهل لا يعلم الإيجابيات أو السلبيات في كثير من الأمور، وإنما الإنسان العالم هو الذي يلتفت إلى الإيجابيات أو السلبيات في الأمور. والإنسان إذا التفت إلى إيجابية شيء أو سلبية شيء لأثر ذلك في سلوكه. مثلا إذا الإنسان وجد أمامه طعاما شهيا وهذا الإنسان كان جائعا، أكيد أن هذا الإنسان سيأكل هذا الطعام، ولكن إذا كان هذا الإنسان يعلم بأن هذا الطعام مسموم مثلا، فإنه على رغم جوعه وعلى رغم حاجته إلى الطعام وعلى رغم أن ظاهر الطعام شهي وذو رائحة طيبة، فإن هذا الإنسان يستحيل أن يأكل هذا الطعام. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا الطعام مسموم ومضر على صحته. أما إذا كان جاهلا بأن الطعام مسموم فإنه قد يأكل ذلك الطعام. وكذلك المجتمع الجاهل قد لا يلتفت إلى سلبيات التعصب وإلى سلبيات حالة الاستعلاء، فيؤدي ذلك إلى أن يرتكب هذه الحالة، ويؤدي إلى الاحتراب الأهلي وإلى أن السلم الأهلي يقع في خطر. ولكن المجتمع الذي يعلم فإن علمه مفردة أو مقدمة من مقدمات تخلصه من هذه الحالة النفسية السيئة. ثالثا، العلاج الثالث هو الوعظ الديني، لأن الإنسان الجانب المعنوي والجانب الروحي يؤثر فيه كثيرا، لعله أكثر من تأثير الإعلام ومن تأثير التعليم. الوعظ الديني يؤثر فيه تأثيرا بليغا، فهذا الإنسان إذا تأثر بالوعظ الديني فإن هذا الوعظ الديني يؤثر عليه ويتحول إلى سلوك عملي في حياة هذا الإنسان. الوعظ الديني يجب أن يكون في الطريقة المناسبة الصحيحة، ولا أن يتحول هذا الوعظ إلى نقطة سلبية بأن يحول الأمر إلى سجال مذهبي، سجال سلبي. الحوار أمر مطلوب، بيان نقاط القوة في المعتقد أمر مطلوب، البرهان والاستدلال لهذا المعتقد أيضا أمر مطلوب، ولكن أن نحول الحوار الديني إلى سجال، بمعنى أن يكون غرضنا ليس الوصول إلى الحق والحقيقة وإنما التشهير والتسقيط بالآخرين، فإن هذا سيؤدي إلى التشنج الفكري في المجتمع، الذي يؤدي إلى الحالة السلبية العملية. فالوعظ الديني يجب أن يكون مناسبا لحالة التعايش، بأن الإنسان الواعظ يستفيد من الآيات ومن الروايات ومن الفطرة الدينية الموجودة في الناس، لكي يرشدهم إلى الحق، وإلى أنهم لا يحاولوا الاستعلاء على الآخرين، وإن الاستعلاء على الآخرين هو الذي يؤدي إلى مشاكل جمة، وأن إبليس إنما سقط لأنه استعلى على آدم عليه الصلاة والسلام، فوقعت أول معصية حينما خلق آدم وحينما خلق البشر من هذه الحالة، وهي حالة الاستعلاء. فالوعظ الديني له تأثير بليغ، بشرط أن لا يتحول هذا الوعظ إلى سجال مذهبي وإلى محاولة التسقيط والتشهير للآخرين. الشيء الآخر، العلاج الرابع أيضا، إيجاد اللقاءات المختلفة بين مختلف طوائف المجتمع، لأنه الإنسان إذا حس بحالة الاستعلاء فإن هذا الحس يكون لأجل انقطاعه عن الآخرين، إذا كان منقطعا عن الآخرين بحيث لا يرى إيجابياتهم ويسمع بسلبياتهم فقط، فإن هذا الأمر يؤدي إلى أن يتحول في ذهنه تصور خاطئ
عن ذلك المجتمع الآخر أو ذلك الشخص الآخر، ولكن إذا كان هناك لقاء ولقاءات مختلفة بين طوائف المجتمع، سواء لقاءات فكرية أو لقاءات اجتماعية أو حتى لقاءات رياضية، فإن هذه اللقاءات تسبب على أفراد المجتمع بأن يعرف بعضهم البعض الآخر، وأن يلتفت بعضهم إلى أن السلبيات التي سمعوها عن الآخرين كثير من الأحيان سلبيات خاطئة، لم تكن سلبيات، وإنما هو كان من التشهير والتهريج والأمور الباطلة، ثم يلتفت إلى إيجابيات الآخرين وأن للآخرين أيضا إيجابيات كما له إيجابيات، فإن هذه اللقاءات الاجتماعية الفكرية الرياضية وما إلى ذلك ستؤثر في الحالة النفسية. إنك تجد مثلا كثير من الأحيان شخصان يتقاطع بعضهم مع البعض الآخر، يعيشان في مقاطعة، هذا يقاطع ذاك وذاك يقاطع هذا، فهذا يتصور عن ذاك تصورات سلبية وبالعكس، وهذا لا يرى إيجابيات الآخر وبالعكس، ولكن حينما يلتقيان ويحصل هناك لقاء بينهما وقد يحصل بينهما كلام وقد يحصل حوار، فكثير من الأحيان تذوب كثير من هذه السلبيات. فبناء على ذلك نحن بحاجة إلى أن نوجد أرضية فكرية نفسية في صفوف المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، بحيث هذه الأرضية الفكرية النفسية تسوق طبقات المجتمع إلى الوئام وإلى التعايش، وذلك يقتضي بأن نبدأ بإصلاح اجتماعي عام، ومنه الإصلاح النفسي والإصلاح الفكري. ومن مقدمات الإصلاح النفسي والفكري ومن أسبابه هو الإعلام الإقناعي الذي يبتني على الإقناع، والتعليم لخلق ضمير اجتماعي صحيح، والوعظ الديني البعيد عن السجال والبعيد عن المهاترات والبعيد عن محاولة إسقاط الآخرين، وكذلك إيجاد اللقاءات المختلفة بين مختلف طوائف المجتمع. إذا نحن أوجدنا أرضية مناسبة للحالة النفسية السليمة، فحينئذ يتحول وتتحول هذه الحالة النفسية السليمة إلى سلوك عملي سليم. الله عز وجل في القرآن كما تلونا الآية في أول الكلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يأمرنا بالابتعاد عن السلم واللجوء إلى العنف، والله عز وجل يأمرنا إلى السلم والابتعاد عن العنف. العنف الفكري هذا يولد العنف العملي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.